Firefly. انت مش ملاحظ من اول ما جينا قعدنا ما كنتش راسك على التلفون؟ يا زلمه انت مش ملاحظ انه في لوح قبالك؟ يا زلمه شو في؟ يا زلمه خلعت كتفي. لوح ما اختلفناش شوي شوي عليه. بصور في ستوري اذا مش شايف. انت مصدق حالك في ال 50 متابع اللي عندك؟ لا يا حبيبي صاروا 70. هذا اذا حسبنا زهرة اللوتس وفارس احلامي، اعمل ايش تستفيد؟ ممكن صوره؟ انا؟ بس انت ابو عربي بتقعد تتطاوج على التيك توك؟ انا طاوجت غلطان يا اخوي في النمره انت اخر محل عيد كريمين اخر محل. لا انا عرفتك من قبل لك اتصور ولا اروح؟ لا 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 نصور في الدار. طب يلا شوي شوي زين شوف خلص روح. والله انا عارف هالشهره شو بدها مني خنكتني الشهره خنكتني. تعرف يا صاحبي انا والله العظيم كنت ماخذ الموضوع مسخره. شو رايك افتح معك بزنس؟ اصير مدير اعمالك، اسلم لك كل امورك، بدي المعك، بدي اشهرك، بدي اطلعك فوق، بدي اعملك ترند. ماشي معلم. شو هذا جرافتك ولا طلع لك حساسيه على صدرك؟ شو في؟ هي سيبك منها الحين وخلينا في اشغالنا. ابو عرب بدي اياك ثقيل، كل المشاهير ثقال وبفكروا حالهم احسن من عامه الشعب اللي اساسا احنا طلعناهم، واذا بدك تصير زيهم لا سمح الله انا بدي اكون مدير اعمالك وبدي اسلم كل تلفوناتك. بس تلفوناتي زي ما اشياء خاصه يعني تلفون ولا شغل والعلاقات العائليه شغل ثاني. اعطيني اياها يا زلمه. احنا شو اللي سيب احكي معك؟ الو يا خالتي مرحبا، والله بحكي معك مدير اعمال للاستاذ منتمي. لا والله الاستاذ منتمي حاليا في اجتماع مهم وطارئ وبس يخلص اذا بدك شيء بوصل لي اياه. ايش شلحتها الخضراء طايره عن حبل الغسيل واصله اخر الشارع كمان؟ مش مشكلة وهو مروح بيجيبها معه. سلامات. ليه انت تضلين شلحاتك تطير انت؟ بعرب جتني فكرة، بدنا نعمل تجمع لمتابعينك. لا جمع. ليش تجمع لمتابعينك؟ تجمع لجيشك. جيش ابو عرب بدنا نسميه. عسكر 100 نصير تنزل على الصبح. صباح الخير يا جيشي. مساء الخير جيشي. يا عيني عليك تشتري كيلو بندورة بتصورها. اشتريت كيلو بندورة اطلعهم على التفاصيل يعني. يا عيني عليك بالضبط هيك. موافق بلش فيها؟ موافقة. احنا بنعمل التجمع في منتزه حياة بيت لحم. على بركة الله. نزل ستوري يلا اكلهم يجوا. ايوه معلم راسي انسلخ مش بطلت اجمع. طفكتش الثقة يا ابو عرب، طفكتش الثقة. شو بالمرة بدي اقول لك انا كل المشاهير اللي بلشوا زي حالاتك كيف بلشوا من الصفر؟ اقول لك شغله انا تحت الصفر يا غالي. لا اقول لك شغله، لو بيجي واحد متابع واحد بس واحد بتناشش والله هذا هو طموحنا في الحياه. الحمد لله. شوف يا معلم شوف قوم يا ابو عرب، قوم يا مشهورنا استقبل جماهيرك. قوم يا كبيرنا الحين صرت مشهور. هلا يا حبيبي. بالاحضان خذوا بالاحضان. بوسة اهلا وسهلا. طول علينا يا علم، اقسم بالله الواحد الحضر. اهلا وسهلا يا عمي. بدك معك تلفونك تتصور ولا اعطيه تلفوني بحمرها انا بودي لك اياها الدار؟ مش مشكله صح. انتوا لكم من الصبح حان قاعدين بنسكرنا الحديقه بدنا نروح. تعالوا بكره يلا. الله ينعم حياتك يا اسطى. ابو عرب يا اسطى اشتعال ولا تكلك بهمش. هذول اعداء النجاح يا زلمه. يا زلمه مو اعداء نجاح ولا اجى لا عدو ولا صاحب. يا زلمه شو في؟ يا زلمه ولا تكلك. اسمع انا مجهز لك مفاجاه راح تكركبك. اي شو بدك فيها الشغله انت؟ مش انا وياك اتفقت اجيب لك وجه اعلاني مقابل ال 30 متر حجر اللي اخوي اخذهن منك؟ يا زلمه هذا مو وجه اعلاني، هذا وجه كندره يا رجل، حفها يا رجل. الله يا رجل انا مش عارف وين عمري في حياتي لا شفته لا في الفلسيون ولا في التلفزيون. ايش بنفعها؟ لا يا ابو عوض هذه الكلمه انا ما حبيتهاش منك. مشارك الى 30 سنه معطل يا رجل. يا سيدي تيركم معطل اهون من هالمعطل. يا زلمه انا جايب لك ابو عرب. يا ابو عوض ابو عرب من اكبر مشاهير في السوشيال ميديا يا رجل، وجاي بتكلم معي اول مره بتشوفه. هذا يوميته ببيع حاش ب 50 شيكل يا رجل. هذا اقول لك تتدخلش لو سمحت في شغلي تتدخلش. خليك عجري. خليك عجري.
ابو عرب اعمل اي شيء بحياه والديك. اي شيء يا زلمه، الحجر خلجني يا زلمه. دبر حالك يا زلمه، انت شايف كيف بتطلع لنا. بفهمش في الحجاره. دبر حالك حبيبي، يلا يلا دبر حالك. يلا جاهز؟ 2-3-1 اكشن. واهلا وسهلا فيكم، احنا اليوم موجودين في هاي الاجواء الحلوه، موجودين كلنا في منشار ابو ايش ولا عليك امر؟ ابو عوض يا اخو. ابو العوض بمنشار احنا موجودين. ابو العوض، كافه انواع الاحجار الكريمه والبورسلان لا يوجد لدينا فروع اخرى. شو حكيت؟ شو قلت؟ اخرى. بهمش ولا تكلك، اوعى تستسلم. مش يعني اذا شلت شايش حجر في راسك 130 سنتي هذا يصير فيك. انا عامل لك المره الجاي خطه راح تبهرك. انساني. هو انساني خلاص بكفي. لا لا لا، عمل انساني. راح نلعب على عواطف. لله يا محسنين لله. خليك لشبابك، الله يحفظك. لله يا محسنين. ابو عرب، هذه فرصتك الذهبيه. بتروح الحين بتتبرع له. الحين بتتبرع له، بدي اصورك واعملك ترند. يلا روح يا بطل. روح. الله يرزقك، الله يعطيك، الله يخليك. الله يا اخوي الفقير، ما معي غيرهن هالعشرين هذول. غيرهن ما في في الدار كلها. ما في. بس انا قلت الا انت تاخذهن. انت محتاجهن اكثر مني. الله يعطي. واللي بيفرج على بني ادم ربنا بيفرج عليه. فانت مستاهلهن اكثر مني. روح الله يعطيك. بلكيهن عند ربنا، بلكيهن. بلكيهن عند ربنا. الله يعطيك، الله يرزقك. والله ما في غيرهن. الله يخليك لشباب. اسيلك. الله يحفظك. زبطت؟ خلاص جاهزة. تعال شغل اشوف. اسمع، سويت لك شيء مرتب. حلوه هذه. اعطيني ال 20 تاعتي. لله يا ابو حليل لله. ال 20 تاعتي. ال 20 انزل لك اياها، انزل لك اياها. ال 20 اعطيتك اياها، اعطيني. انت تبرعت فيه. اعطيني ال 20 تاعتي. ال 20 تبرعت فيه. بدك تنصب علي يا عمي؟ انا ال 20 شيء. معيش وكيل انا يا عمي. يا عمي تبرعت فيه. اعطي بكيات كلب همي مع شحاده. لا اله الا الله. بفتح نقابه شحادين. اعطيني ال 20 تاعتي. اعطيني ال 20 تاعتي. اعطيني ال 20 شيء. اعطيني. شو بتساوي؟ شو بتساوي؟ عيب عليك يا زلمه. خذ، انا بدي اعطيك 20. خذ 20. روح خليك انساني يا زلمه، عشان 20 شيكل اللي بتعمل فيه. روح يا زلمه. ها بورجيك. صار فيك شيء يا عمي؟ معلم شو هذا؟ معلم مسحت فيها الارض مشان الله. والله ما انا عارف شو بدك. الفيديو تاعك انشهر وانا بس طلعت بسواد الوجه يا زلمه. شو فيه؟ شو فيه يا زلمه؟ انت تتبرع له يا زلمه، انتشر وانا وين؟ حياطه الله نصيب. والله يوم بدي اعطيها لواحد بعطيها من دون ما يدري. ممكن صوره؟ انا؟ انت ليش تثقلن علينا؟ طيب ماشي خلص، سمحتك انزل تعال. احلى صوره يا زلمه، اصلا كانت امنيه حياتي. اعطيني صورها. تصور عشان فكرني بدي اتصور معك. انت عديم الانسانيه، هذا اتصور مع هذا المشهور. احنا شفناك في الفيديو كيف بتذل الفقير، بس خد صور لنا صوره وانكلع. بعد غاب بلاش يتنجس التليفون. روح انصرف من ناحيك يا زلمه. قالوا لي اللي جاي مش زي اللي راح، ما حدا مبسوط مين فينا مرتاح. همي على همك، قدري هو قدرك، نسوق فيها الفهم وعلى حالنا نضحك.